السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. عنا عدة أخبار هامة بهذا الفيديو، خلينا نبدأ على بركة الله. قسمت لكم الفيديو لعدة أقسام. الموضوع الأول، تفاجأ مئات السوريين لما راحوا على إدارة الهجرة من شان موضوع تحديث البيانات أو تثبيت السكن أنه في عليهم مخالفات. إخواني، مخالفات طبعا عم تكون مختلفة، شي مخالفات من شان إذونات السفر، شي مخالفات من شان قيد النفوس، ومخالفات أيضا من شان إذن العمل. طبعا هي المخالفات عم تتراوح، كانت ما بين 1200 ليرة لل 5000 ليرة تقريبا. طبعا مخالفة إذن العمل عم تكون 4716 ليرة، اللي حصلت مع أحد الأشخاص اللي تواصل معي، لأنه تم ضبطه أنه هو عم يشتغل بدون إذن عمل. ففي أشخاص كانوا مخالفين قبل هيك إخواني، ولكن ما كانوا دافعين هاي المخالفة أو ما عندهم علم أصلا بهي المخالفة، فبدأت هاي المخالفات تظهر على السيستم، وبدأوا أنه يطلبوا منهم أنه يروحوا يدفعوا المخالفات ويرجعوا مرة تانية مشان يحدثوا بياناتهم. الموضوع الثاني يا إخوان، انتباه هام جدا لكل الأشخاص اللي عم تروح تحدث بياناتها قبل ما تطلعوا من ادارات الهجره. يا ريت تتاكدوا انه مواليدكم صحيحه، اساميكم صحيحه، ما يكون في عندكم خربطه سواء بالمواليد او غيرها من الامور، لانه لما عم تكون في خربطه بالكملك عم تراجعوهم فيما بعد، فهذا الموضوع صعب حله. يعني كل شخص بده يروح يحدث بياناته او يعمل اي اجراء باداره الهجره يتاكد انه المعلومات صحيحه قبل ما يطلع من اداره الهجره، لانه فيما بعد تعديل الاخطاء تبع الكملك ما عم يكون امر سهل. طبعا يا اخواني، مثل ما عم تشوفوا ادارات الهجره اصبح في إلى صلاح صلاحيات اكبر. كانت المخالفات قبل هيك مثلا ممكن انه ما تروح مباشره على اداره الهجره، هلا جميع المخالفات عم تروح على اداره الهجره، وفي كثير امور اصبحت ادارات الهجره هي مسؤوله عنها، كمان مثل موضوع تثبيت عنوان النفوس وغيره من الامور، ومع الوقت كمان رح تكون هي مسؤوله عن كثير امور. الموضوع الثالث اخواني اللي هو جدا مهم، في كثير ناس عم تروح تحضر خطبه يوم الجمعه ولكن ما عم تفهم الشيخ شو عم بيقول، او متمنيه انه هي تعرف شو عم بيصير بخطبه يوم الجمعه. لهذا الشيء اخواني خلي لكم رابط الموقع تبع الشؤون الاسلاميه في تركيا، بتفوتوا عليه اخواني بتشوفوا ترجمه خطبه يوم الجمعه باللغه العربيه، وبهذا الشكل بتقدروا تعرفوا اخواني شو انحكى بالخطبه. طبعا شاركوا هذا الفيديو عند اصدقائكم، خلوا الخير يعم اخواني بشهر رمضان الكريم. الموضوع الرابع اخواني، في تطبيق على الاراضي التركيه اسمه تطبيق جمري، اللي هو تطبيق البخيل للاشخاص اللي حابين يشوفوا ارخص الاسعار على الاراضي التركيه. رح خليكم رابط تحميل التطبيق باول تعليق مثبت، كمان حملوا هذا التطبيق، جدا تطبيق هام وفي عليه عروض وتنزيلات كثير حلوه. الموضوع الاخير اخواني الكرام، لكل شخص انسحبت السياره تبعه من الطريق، او مثلا كان صافف السياره بمكان غلط وهو ما عاد عرف وين سيارته او سحبوا له سيارته، رح خليكم كمان تطبيق لمعرفه وين السياره تبعكم انسحبت منشان تروحوا تطالعوها. كل الحب والاحترام، لا تنسوا الاشتراك بالقناه والاعجاب بالفيديو. سلام عليكم.